هذه تحياتي محدثكم فارس عوض لمتابعة أحداث هذه المباراة وسط أجواء جماهيرية من الدرجة الأولى. تمنى حقيقة مباراة ممتعة مليئة بالإثارة والمتعة والفرص والأهداف. اليوم يلعب نادي أوساسونا ضد نادي الملك ريال مدريد. النادي الملك ريال مدريد يطمح في تكرار الانتصار اليوم بعد الانتصار في مباراة الأخيرة أمام أنصارا ضد فريق ختافي بانتصارهم بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية، باعتقادي بأن ذلك سيدفع بالفريق لتحقيق مزيد من الانتصارات ولديه فرصة سانحة اليوم من أجل تحقيق ذلك. الآن مشاهدينا تشكيلة الفريق المضيف في هذه المباراة. الفريق راح يعتمد على كرة خطيرة، الهدف تقدم، فرصة بتضيع في بداية المباراة، فرصة ذهبية. شوف اللقطة الماضية لسه ما دخل في الأجواء، لسه ما سخن. شوف اللعبة الماضية لو كان مركز شوي كان ممكن نشوف هدف، انفراد في اللقطة الماضية لكن ضاعت. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. نادي ريال مدريد الحكم يحتسب خطأ وضربة حرة في بداية اللقاء. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. ممتاز اللعبة من لوكا، فرصة هدف لفاسكيز، تقدم سريع يأتي. مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن في مباراة كبيرة. شوف الإعادة، شوف اللقطة، المرمى كان خالي، كل اللي سواه أن تابع الكرة داخل المرمى. ما في أسهل من هذه الكرات للتسجيل. ريال مدريد يتقدم في النتيجة. جوني، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. مارسيلو، كرة بتغير اتجاهها إلى خارج الملعب، رمي تماس. كريم بنزيما، بيلعبها في الخلف. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. جوناثان كاليري، كرة جميلة، ممتازة تسديدة. يا الله على هذه الكرة، تعادل قرب، قرب إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة. الفرصة كانت خطيرة في اللعبة الماضية، وفرصة التعادل مستمرة. التمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. بينية كانت قوية بعض الشيء وبالتالي في طريقها لحارس المرمى. لوكاس فاسكيز، مارسيلو، دفاع من العمق والتزام ايضا بالمراكز. جميل الكرة البينية من بنزيما، تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. كاسيميرو، عرضية إلى لوكا، سرعة لازم يخلصها. ضاعت فرصة توسيع الفارق، كم ممكن يريح الكثير، كم ممكن يستغل هذه اللقطة. شوف الموقف كان واحد على واحد، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت في النهاية. دانيال كارفخال، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. هجمة لم تصل لأي شيء. رونكاليا،
الكرة مقطوعة، فاول على ريال مدريد، في فاول وفي خطأ، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. لوكاس فاسكيز حكم الساحة يحتسب وقت بدل ضايع مقدر بثلاث دقائق. جوني الشوط الأول ينتهي 1-0. ريال مدريد خرج من الشوط الأول متفوقا في النتيجة، الآن عليه أن يحافظ على تفوقه. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. دانيال كارفخال، الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. لوكاس فاسكيز، كاسيميرو، تمريرات كثيرة في انتظار الفرصة المناسبة كاسيميرو، كرة بيتغير اتجاهها بعد ملامسة المدافع وضربة ركنية. مدرب قرر عدم مخاطرة وراح يستبدل اللاعب اللي عنده كرت أصفر. تلعب في المنطقة من لوكا مودريتش، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد، عمل جميل، لا زالت الكرة خطيرة. مودريتش بيلعب لركنية إلى المنطقة. توني كروس، مارسيلو بيضرب الآن. كاسيميرو، لوكا، كرة بتتخلص بشكل ممتاز، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. مواجهة أصحاب الأرض القادمة في الدوري الإسباني مشاهدينا متابعينا في لا ليغا سانتد. الحكم يعلن عن وجود خطأ، تغيير تكتيكي الآن يجري المدرب، تغيير ممكن يساهم في الحفاظ على تقدم الفريق في الوقت المتبقي في الشوط الثاني. روبرتو توريس، رونكاليا، لوكاس فاسكيز. على الشاشة نشاهد لقاء الضيوف القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني في الليغا سانتاندير. تبديل قادم الآن سيكون في الدقائق المقبلة لمصلحة ريال مدريد. بيعدي بالكرة، بيروح فيها، ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. كاسيميرو، إسكو، مساحة فاضية بالنسبة لكارفخال على الطرف، أبعد الكرة من مناطق الخطر، كرة تلعب بالرأس إلى رمية تماس. كرة عرضية ضعيفة لا تصل، يبعدها والمدافع. الأخبار تؤكد بأن نادي بايرن ميونخ قد تحصل على توقيع لاعب جديد في سوق الانتقالات. أكد فترة الانتقالات فترة حساسة بالنسبة للفرق اللي تبحث عن تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين، وأيضا بالنسبة للصحافة اللي تبحث دائما عن الأخبار الحصرية. ريال مدريد يستعيد الكرة. وقت التغيير الآن للفريق المستضيف، واضح أن المدرب اتخذ قراره. مجهود كبير وحافز يقدم الجمهور في الملعب لفريقه لتحقيق التعادل وهم على بعد دقائق من النهاية. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي لدى حارس المرمى. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة، عرضية في وسط ال 18، يبعدها من مناطق الخطر. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين.
فرصة قد تشكل خطورة. العرضية في وسط المنطقة تبعد الكرة من أماكن الخطورة. 4 دقائق فقط تفصلنا عن صافرة النهاية. عرضية تصل إلى الصندوق، كرة بتبعد من مناطق الخطر. تحرك سليم في قطع الكرة من إيسكو. دقيقتين يضيفهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. بمبدأ الأمان فاول موجود الآن من إيسكو. حارس بيشتت الكرة بعيدا عن مرماه. دقيقة الأخيرة من عمر المباراة. حكم الرأي يشوف أن فيها تسلل رغم من الاحتجاجات الكبيرة من اللاعب. كرة بتتخلص، لا تمر هذه اللقطة. إذا نهاية المباراة على فوز لريال مدريد. مبروك لجماهير البرنجيه.